الإخوة والأخوات متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا وألف مرحبا في كبسولة جديدة كنتمنى تربكم. هاد الصورة اللي قدامكم هي هدية قدمها الملك الحسن الثاني لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، وهي عبارة عن لوحة فسيفسائية مكتملة على الطراز الأندلسي للقرن الثاني عشر، صنعت في المغرب وكيبلغ قياسها 8.15 في الارتفاع وجوج فاصلة 8 في العرض، وتم تجميعها بالكامل يدويا من قبل فنان من مدينة فاس. كتحتوي هذه التحفة على 3 ديال النقوش، أما النقش الموجود على الإطار الخشبي فهو من القرآن الكريم وكيقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم أمما وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى الجزء الأخضر من الفسيفساء بالعربية نقش نص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، بينما كتب على الدائرة الحمراء باللغة العربية ميثاق الأمم المتحدة. وقدم الهدية الملك المرحوم الحسن الثاني للأمم المتحدة في 3 أبريل 1963، وتم قبول الهدية من قبل الأمين العام يوتانت اللي أعرب عن امتنانه للمغرب حكومة وشعبا على اللوحة. وقال جلالة الملك: إنه لشرف وفخر لي أن أمثل بلدي وشعبي هنا اليوم في افتتاح هذه الفسيفساء التي أهدتها المغرب للأمم المتحدة. أحبائي، حتى نتلقوا في كبسولة قديمة إن شاء الله تعالى، خالص المحبة والإخاء.